الهدف من بعث المجمع هو تثمين مجهودات المرأة الريفية عن طريق تثمين المنتوجات. بطبيعة نحن المنتوج كيف شنو نثمنوه كل شيء، المرأة باش تخدم باش تولي عندها مدخول دخل معناها كل شيء، باش تولي عندها استقلالية، باش تعرف باش تلقى طريق مع لي لاكومبانيمون اللي عملناه مع جي زيد واللي فورماسيون كل شيء، باش تلقى طريقة جديدة تخدم بها. كانت معناها صحيح هو اللي نخدموا في حاجة تقليدية وكل شيء، أما بطريقة عصرية تقنيات جديدة. في الأول المجمع كي بعثنا المجمع وكل شيء كانت الفكرة نتاع نساء، فما برشا نساء دخلوا على أساس معناها يحبوا على الكسب السريع وكل شيء، فما خطر عقلية مرأة تقول لك ننجي تزمني كل يوم نروح بيه. في الأخر خلاص معناها تفهم شنو البرنامج تاع الخدمة وكل شيء، بقد في المجمع النساء اللي بالحق باش تصبر وباش تخدم بعضها، معناها جروب كامل باش تخدم كل خدمة واحدة يدين واحدة وكل شيء. عملنا للتكوين في التكوين الإداري والمالي، زدنا تعمقنا أكثر في القوانين تاع الإدارة وكيفاش تكون، واللي هي حاجة مهمة ياسر كمجمع مهيكل، حاجة مهمة ياسر حتى من جديد باش يدخلوا معاك ديزاديرونت جدد وكل شيء، معناها حاجة مهمة ليهم اللي يكون عندك إدارة باهية، معناها حوكمة باهية وكل شيء باهي. نحن المجمع عنده توا عامين بريسك يخدم كل شيء، عملنا عدة تجارب ما كانتش ناجحة كما حبينا، أما تعلمنا منها برشا حاجات وعرفنا شنو اللي ينقصنا في الخدمة وحاولنا نطوروا فيها. بعد اللي خدمنا طماطم نبيعوا صحيح في الفوار، نبيعوا للعائلات صحيح وكل شيء، اما حبينا نثمنوها اكثر، معناها منتوج عنده قيمته ما حبينا نثمنوه. اش عملنا؟ ولينا نحن ما عادش نبيعوا طماطم شيحة بركه، وما نبيعوش يعني غادي كانها وين نحن والا في البوان دو فون، حاولنا نعرفوا بالمنتوج اكثر ما يمكن. معناها عملنا تروا جام اللي هي طماط سيش هذيك وحدها، وعملنا طماط ماريني الويل دوليف، فما البرومارين، فما البتان، فوحناها نقولوا نحن، وحاولنا باش نعرفوا بها القدام. نقلنا الخواص في تونس، نحن قلعة الخصبة ولاية الكيف تنقل الخواص في تونس، وشفنا معاهم هزينا البرودوي شفناه كل شيء، وصلنا عملنا معاهم معناها دي جورني ديغستاسيون وكل شيء، والحمد لله لقينا بتي مارشي ان شاء الله يعني باش تكون فيه البيوع اكثر من قبل. نساء بعد النساء نحن كنا في عمادة سيدي حمود الصالح معتمدية قلعة الخصبة، تنقلنا هسنا بالخدمة لمكان آخر اللي هو القلعة الخصبة، وكانت الموقع اللي خدمنا فيه موقع استراتيجي، معناها الفلاحة اللي يتعدى من غادي يشوف الخدمة على عين المكان. الشيء هذاك خلى برشا نساء جدد يتحفزوا، برشا نساء جدد يحب يدخلوا للمجمع، بعد يتبعوا فينا على الفيسبوك وكل شيء، يشوفوا في ليزيكسبيريونس يشوفوا نحن وين وصلنا، فما بيوع، فما خدمه ماشيه، فما حماس كبير، فما جايتنا مطالب جديده نتاع الخيراتات وكل شيء. معناها النساء متحمسين معناها برشا، خاطر البرودوي قاعدين من احسن الى احسن. معناها المجمع نتاعنا تو يطمح انه هو معناها يحسن في عندنا نقص في اللومبلاج نتاعنا، نحبوا نحسنوا في اللومبلاج، نحبوا ننفتحوا على اسواق اكثر، نحبوا مخرطات تقتنع بينا ويكون عندنا اقبال جديد معناها تاع مخرطات جدد وكل شيء.